مشاهدينا نحن معكم اليوم من حلبة مرسى ياس في اليوم الثاني، دقائق تفصلنا عن التجارب التأهيلية، التجارب التأهيلية المهمة في حسم مصير الانطلاق يوم غد في النهائيات المنتظرة في الساعة 5 بتوقيت أبو ظبي هنا من حلبة مرسى ياس. تشاهدون هنا من جانبي البيتلين بكل ما يتعلق بشؤون السيارة، خبراء لوجستيين ومهندسين على أدق التفاصيل، هناك اهتمام وتدقيق على كل اللوائح والقوانين التي تستخدمها هذه السيارات للتواجد على هذه الحلبة. لا يمكن لأي سيارة، ومن أهم يعني السيارات نتحدث عن ريد بول، فيراري ومرسيدس وغيرها، لا تتواجد هنا ملتزمة بكل اللوائح والقوانين المطلوبة لهذه الرياضة. وبالحديث عن هذه الرياضة، ليس الجميع يعني على دراية بأنها من أصعب رياضات العالم، بل هي تصدرت حتى الرياضة الأولى من حيث صعوبتها. هذه الرياضة لا تتعلق فقط بخبرة أو بلياقة السائق في داخلها، بل بخبرة المهندسين وبالمحركات وبكل ما يتعلق بها، كل ما يتعلق بأجزاء من الثاني التي يتم فيها التحضير والتغيير والتعديل على إطاراتها خلال وقبل وبعد السباق. معلومات عامة عن هذا أيضا يعني السباق أو هذه الرياضة المذهلة، بأن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلى 14 مليون دولار، وأيضا يعني يشرف على السيارة الواحدة أكثر من 600 شخص و600 خبير يعني يتحدثون أو يشرفون بالأحرى على كل ما يتعلق بأمور السيارة والتعديلات. شهدنا في التجارب الحرة الثالثة إجراء بعض التعديلات على مركبة فيراري كما لازم، وأيضا كان هناك عدم رضا من البطل الذي حسم هذا السباق ماكس فيرستابن على أداء سيارته، فهنا يتم التعديل وكل الإجراءات قبل السباق التأهيلي. باقي أقل من نصف ساعة على السباق التأهيلي الذي يفصلنا عن الجولة النهائية المنتظرة يوم غد من حلبة مرسى ياس. ابقوا معنا لمزيد من التفاصيل، ننقلها لكم عبر سكاي نيوز عربية.